شو اللي عنده اثنين شباب قعدوا معه شوي بعدين طلع معهم الباص المشوار وراجع مشوار ايه والله يا عقيد هو شو فكره انك انت امبارح ما اجيت فقال لحاله اليوم ما رح تجي ايوه شلون الشغل اليوم؟ لا على كيف كيفك اليوم الزباين اللي حاسبوا وسافروا بيطلعوا لهم شي 15 واحد والدواب شي 10 يعني بتطلع الغله 15% و20 برغوت بركه الله وابو شرار عم بيعامل الزباين منيح ولا والله يا معلمي احكي مو كل هذا منيح حسبي الله ونعم الوكيل ومبارح تقاتل مع المعلم شاهر مشان زبون شو الحكي؟ اي والله يا معلمي عمل لي نفس ارجيلي تأمر عبيد اهلين اللي بقلي أبو شراء قول معلمي ولاك معلمي أبو شراء شو بدك؟ أبو أدهم شو بابا؟ مرق لهون قال بده إياك تمر لعنده على البيت ضروري سكر على الموضوع أسع من الشيء مش عند معلم ابو ادهم شو بو مر لهون قال بدك تجي عنده على البيت اللي بده الثاني بيجي لعنده مصري انت زلمه جدع وبطاي قرب تعا تعطي لي بوسه من هالبوز ولا لك بلاها خليني نعمل شوي قبل ما يأذن العصر يأذن المغرب نعم شو هالحكي سيدي ما بتفرق المهم نعمل شوي نوم الظالمين عباده اهلين نصر يا فندي اجيت والله جابك تعال اقول لك انت ما بدك تبطل كذب فضحت مين الزبونات لا تغلط انا ما بكذب ايوه ما بتكذب إيه لا سيدي بتكذب لك لك كان في ضبع له قرون يخرب بيتك على هالكشه إيه شو بيعرفك انت شو بيعرفك بالطباع انا اللي بعرف فيهم هدول بيجوا اشكال وانواعه لا وفوق قاتل لي اكثر من 1000 ضبع وشي بقرون وشي بلا قرون لك استحي على شواربك وبطل لي هالكذب بقى انا ما بكذب اسمعوا لا قسما عظما بطلع على هالجبل وبجيب ضبع واحد بس بحطك انت وياه بالبايكه ولنشوف وقت مين رح يقتل الثاني اي عادي عادي عيني شو ما حكيت لكم ما رح اقتلكم انتوا اصلا لساتكم صغار لا لك مصري لا نحن لساتنا صغار بسيطه خلص اخي اذا نحن لساتنا صغار رح نبطل هالرفقه معه من اصلا لا لا هيك بتزعل منك ما حبيت هي منك طولوا بالكم يا ابضايات عمي اي والله انا القصص اللي سمعانا والشوفات اللي شايفها لا سمعانينا ولا شايفينا بحياتكم والله ما احكيكم اياها لحتى يهرش على راسكم شو بدي لكم احكيكم قصه الجني اللي قتلته شو هاد جني ما جني احكي لنا معلم نصري احكي لنا على الجني ايه بحكي لكم بس هلا تاخرت على العقيد جاب له غرض السلام عليكم صباح الخير معلمي وين لهلا بكون طلع له شي نمر بوشه يا معلمي الله وكيلك كنت عم جيب غرض للست الوالده ايه بسيطة بسيطة خود الدبسات وجوزات عجلية من طعم الفرس ايه بتأمر معلمي صحيح عقيد في شيات مبارح ما قبلت تاكلهم مني كتير منيح عمل لي اياهم مع بعض دعابيل دعابيل وهات لي اياهم ايه على وين محطوطين؟ ايه ليه عم تسألني وين محطوطين؟ لك ما قلت لك مبارح بتخليهم ليجي العقيد ايه شو بنا نصري؟ تذكرت عقيد بس
وأنا امبارح جعت أكلتهم. بسيطة بسيطة. رورو جهز لي هذول وتعال. يلا عقيد. لك يخرب بيته. ما بيكفي كذبه، عم بدني نفسه لطعمة الفرس. شوف الزبون روح. أمرك عقيد. وصار هجني يلعبت عين ايدي، يلعبت بده يربحه، انا ماسك فيه ماسك فيه ماسك فيه، ويلي مشان الله يا نصري، مشان الله بوس ايدك يا نصري اتركني بسبيلي. والله خطيه يا نصري، كنت تركب سبيله. لا يا باطل، شو تركب سبيله؟ شو نصري هيك بيعمل؟ لا ما حبيت ابنك منو. لك لك تصور شو صار يلي؟ بيقول لي لك خذ هي في الذهب، هي في الذهب، بس اتركني. ما تركته، هذا اللي صار، ما بزل عليكم. ايه كنت اتركه اذا فيها في الذهب. لك لا شو اتركه؟ قبل هالمرة تركته وكذب علي. اي يا بضاي، وبعدين؟ شو بعدين؟ بعدين ضليت انا وياه متعاليد هيك، وهو شو؟ هو عم ترجاني، عم يقول لي مشان الله مشان الله يا مصري تركني، بس انا ماني عم تركه. وشو مفكر حاله هو؟ فضلينا انا وياه عم نتقاتل للفجر للفجر على هالحالة. يا لطيف يا ساتر يا رب. بس والله يا شباب ابو صياح قدها وقدو. لكان يا شباب شو مفكرين؟ هاي الشغلة بدها حدا مثل أبو صياح. والله والله كان أكلني بلا ملح، بس أنا قدها. لك الله محيي البط اللي حملك أبو صياح، أفارم عليك. هجمولكم أربعة، الله أكبر، أربعة، كل واحد قد الحيط. أيوة. وكل واحد معه شبرية. أيوة. سحبوا هالشبريات، سحبت شبريتي. يا لطيف، ناولت أول واحد هديك المناولة وهالدم يطلع منه، الثاني زدنا من تحت خرطه هذيك الخرطة، يا ساتر، الثاني جملت له دفيت وناولته، الله الرابع شكيت وناولته، يا عيني عليك. وصار هالدم يا شباب ينفر من صدره النفر. مين مسكني شباب؟ وين اللحمة ولا؟ أهلين برجال. أبو صياح أبو صياح، وقعت شبريتك على الأرض. لك العقيد قاعد عم يستناك، وأنت قاعد مع الشباب عم تخرط عليهم شراوي خراوي. أبو شرار يستر على حريماتك. لك أنا ما عندي حريمات ولا لين ستر عليهم. أي أي ترك يا أبو شرار، طول بالك أبو شرار. أبو شرار ما عليك، عادوا لك إيد عنك ولا بعد عنه. عيد أنت ما دخلك. أنا ما دخلني. لا كلام شال ولا عجني حالك يا شو شال يا عيني. لا يا شباب يا شباب لا تودوا العدا. لا 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 بكفي بكفي عمي بكفي. الله لك. لا 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 هون هون كثير توجع. طول بالك بقى. لا يوقف طول بالك. الله يرضى عليك. لا تبخ لا تبخ لا تبخ، توجعني على البخه. يلا عمي الله لا يوقف. يلا طلعوا لنا لبرا، طلعوا لنا لبرا، خلي ياخذ نفس. كسر ايديك يا ابو شرا. ولك خلص عامل لكم، اطلعوا لبرا خلي ياخذ نفس. بعدوني الله يوقف. بعدوني الله يكسر ايديك. بعدوني بدي اشوف. اطلعوا لبرا، صرنا كتبت على وشها مدلول. شو بدك وياه؟ طلع يا مو طولي بالك يا اختي، شغله بسيطه، طولي بالك. الله يكسر ولي علي. يا لا شوفه وينك يا ابو نصري، تجي من ابرك وتشوف ابنك شو طلع. طيب عمالك يا ابو ولي علي. طيب عمالك عمالك ابو الايام بس مبلت. الحاره دخيلكم يا ساكن الكركون، دخيلكم دخيلك يا باشاوي. شوف شو عملوا لي يا اليتيم، شوف شوف شوف. اخرك غلط اخرك، خلي حرمه يقرب. قلبوا لي يا حرمه، قلبوا لي قلبوا لي. حاضر يلا تعي يا امي. وينك يا امي؟ مو شايف. تعا تعا امي تعا. اوف 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 اوف، امان يا ربي امان. انت بيقول ما في خناقات ها؟ هذا فرض، في موت، هاد في موت. لا بعيد الشر، يوم ما عندي غير وسلامة قلبه. منو ضربك فرض كل هذا ضربات ها؟ منو؟ هذا فرض الشك. نصرة اللحمة. اي اسم الله عليك يا ولدي، اسم الله عليك. عم يخربك. وين وين نحن؟ ابو شرار. الله الله لا يوفقك يا ابو شرار، الله لا يوفقك يا ابو شرار. ابو شرار انت شو بيقول فرض؟ ما عم يقول شيء سيدي، ما عم يقول شيء. ضبع هيك بطحته. أمان يا ربي أمان، هذا فرض لازم حبس مختار أفندم. أمان يا ربي أمان، هذا خنجر ممنوعات لازم مصادرات. وليش بقى كل الناس مع خناجر؟
شو ما خليك على نصطك. انت بتؤمر مختار مثل ما بدك. ايه حضرة البشاويش، هذا الخنجر خليه عنكم، حلال عليكم. بس هذا القبضاي بدك تترك لي اياه لاني عاوزه. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا بشاويش؟ اهلا فزلنا، اكيد اهلا فزلنا. تحسين عمل فيك هيك؟ ايه نصرة اللحمة العقيدة ابو ادهم على السريع. ايه بعت لي حمل ولا طقع له. ضيع يا حصرتي. شوف شوف ابو ادهم ابن عمك شو عمل لي بهاليتيم. شوف خلص حضرة البشاويش، انت اترك لي الموضوع وانا بحله بمعرفتي. بس هذا غلط تحسين، لازم تأديب، لازم عقوبات، لازم حبس. ازيدي بس تمسكهم صار رقبته. وهذا فلد مختار افانديم. بشاويش هذا ابننا وانا متكفل فيه. جيوكو زال اكيد، جيوكو زال. بكره بس تفضى مر لعندي على الحاصل، عاوزك شوي. معلوم افانديم معلوم، حضرتنا لازم زيارات حضرتكم. اوه شباش شباش، بركات وسيد. لا 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 بكفي بكفي. مش هلا على المي والملح بتوجع شوي، بس بكره مثل هلا ان شاء الله بيكون تمام. حطيت له من هذا الدواء، هذا الدواء ما بحطه لمين ما كان ولا بلتقى وين ما كان. الله يعطيك العافية يا أبو صفوان، الله يخلي لنا ياك يا حق. إن شاء الله معافى. إلهي عافي قلبك ويجبر بخاطرك. مين؟ نصري. مين؟ نصري شبك يا أمو شبك. لحمة لحمة وين لحمة؟ عقيدة أبو أدهم، عقيدة أبو أدهم. الله لا يوفقك يا تحسين ويبليك بقتلك بجاه كل من الوجع عند الله يا حق. يا أمو نصري قوم تقبرني كلك شقفة لحمي بتقيتك لك أمي. هدول جيب لك إياه هون العقيد أبو أدهم. ضبع ضبع. وين الضبع لك أمي؟ نمر لك أمي. ما في لا ضبع ولا نمر، أنا جنبك ليكني، لا تخاف. ضبع ونمر يا لقامتي راح الولاد. لك أمي ما في شي ما في شي، أنا جنبك. منيح منيح. آه يا ربي آه لو ياكله شقفة لحمي إلو من الصباح على لحم بطنه. ولي على قامتي. الله لا يوفقك يا أبو شراب. يا لك أمي أنا أمك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ارتاح يا مرتاح، ارتاح حبيبي، ارتاح ارتاح. هي أحلى كاستين شاي للأبضايات. مين سهلين زهدي. شبك مو هداك يا بصياح؟ مين بصياح؟ هلا ما عاد تعرفه ولا بصياح نصري. ايه والله فكر شيء بصياح، وينه ماني شايفه. شحه قدامك قاعد على حجر عياش. لك ايه والله، قوم لنسلم عليه ونشوف شو عنده قصص جديده. انا قصص ما قصص، ايه بحياته ما عاد يكذب كذبه بعد البدن اللي اكله من ابو شرار. روح. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام. شلونك ابو ضاي؟ اهلين اهلين بالشباب. اهلين بالصياح. اهلين بالابضايا. اقعدوا اقعدوا ابضايات اقعدوا. لك 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 ابو صياح، لك وشك كانه لساته ورمان لهلا. ابو صياح شو ما بدك تاخذ قطارك من ابو شراء؟ كل شيء وقته حلو ابضاي. والله لك انا مستغرب لك ابضاي، شلون بتخلي واحد مثل ابو شراء يعلم عليك؟ لانه انا بفهم بالاصول، لانه بيكون ابو شراء ابن عمه للعقيد ابو ادهم معلمي، ما حلو امد ايدي عليه. بس لولا هيك والله كنت مسحت فيه الارض. شو بتساوي يعني؟ بمسكه من خوانيقه بنطحه على الارض. اي بدعكه 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 وبنحشه. لك ابو صياح، لك مو هذا ابو شراح؟ ها وينه؟ لك استنى استنى، ما هو مو هو مو هو. ايه شو قلت لي بدك تعمل فيه؟ بدي افحصه بهالحجر. اوف ليش فيك تحمل حجر عياش ابو صياح؟ ايه بحمله بحمل ابوه كمان. ليه نصري شلونك؟ ان شاء الله صرت احسن. لا منيح. لا عم شوف ابو صبيح شو صح طلعت وراي العقيد مش هنام بالخان. وين قلع هذا تحسين؟ تحسين راح انقلع من الحاره ومن الخان. روق ابو صياح. انقلع ليش بقى؟ هذا يا سيدي العامل نداري بالحاره ومن شان هيك. لا 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 هيك ما بيصير. شو بك نصري شوفي؟ لا ما في شيء، بس لازم اخذ حقي منه بالاول ونتحاسب قبل ما ينقلع. حقك بشو؟ من هالعمله اللي عملها واخذني غدر.
ليكون قصدك القتلة. بشار هات لشوف بصبيح كم زبون عندنا اليوم كم دابة. هيك وبيتين عندنا يرضى عليك. هيك العدس كله وسخ. اري بالك عليهم. ماشي يا ولد يا ولد. عم تناديني إلي؟ ليش في غيرك ولد؟ بس أنا ماني ولد. وتاني مرة إذا بتعيد هالكلمة اللي تلومي لحالك. أوف ليش هيك معصب؟ أبو شار شو بيقول له؟ لك فشرت أنت وياه. لك العكيد بذات نفسه ما بيقول لي يا ولد. لك شو بيقول له؟ بيقول لي تاع عمي تاع خالي. حتى لو قال لي يا ولد ما بزعل. تعرف ليش؟ لأنه عقيد ومعلم وتاج راسنا ومقام أخونا الكبير. أما إدي شو؟ أنا المعلم أبو صياح والعقيد ذات نفسه بعت لي خبر لحتى نام بالخان لحتى تعرف قديش بيأمن فيني. وأنا هون المعلم من بعد العقيد. حط نارة. إيه؟ على راسي. هلا بيجي العقيد وبنشوف إذا بيعجبه الحكي. المعلم قال صحيح. وينك يا عقيد؟ تسمع الحكي. صحيح حبيبي. أنت شبك؟ شبك؟ عم بمزح معك وتعرف إني ما بمزح؟ ما تلقى مزح أنت؟ بس هذا المزح ما بحبه. يعني إيش كان أنا ناديت لك قدام الزباين يا ولد؟ بتزعل ولا ما بتزعل؟ معلوم بزعل معلوم. ها شفت شلون؟ طيب خلص معناتها من هلا ورايح انا بقول لك يا قبضاي. ايه وانت بتقلي المعلم نصري. ايه ان شاء الله خير. روح شوف شغلك يا ولد يا ولد. يا طلال خالي هالحكي ما بينفعك. إذا ما طلع لك هيك شوارب مثل خالب صرت قبضاي وزقرتاوي. نصرة علمناك يا زقرتاوية؟ أبو عمي علمه أخي. أنت ريح لحالك. إيه والله أبشو ما شرواي بالخير. رجال قبضاي معدل وزقرتاوي. يا أبو نعم. هاتي لك شي رغيف سخن نتسلى فيه. لا تقبرني هدول الخبزات لأمو الضاح. ما بيجوز نقرب عليهم. روح جيب رغيف من بيت المونة. أوام لا يا أمو أنا اشتهيت الرغيف سخن. طيب روح جيب واحد من بيت المونة لأبدلك يا أبو حتى أزا. طيب ماشي يا مو. نعم. لقيتي لي شي عروس تازة للناسبة يعني؟ هلأ شو بدي قلك لك ابني؟ كل ما بروح لعن جماعة لشوف بنتهم بلاقيها مو كل هالقد. مو كل هالقد شلون يعني مو كل هالقد يا مو؟ لك يا أمي ما عم لاقي له وحدة تليق فيه. يا مو العروس الخبزات ببيت المونة؟ ايه يا مو بطشت عرف. هلا يا مو بكل الحارة ما لقيتي لنصري عروس تليق فيه. شو بدك يعني قل له؟ قل له ما حدا عم يرضى فيه. اكسر بخاطره يعني. ايه هو يبطل هالكذب بالاول. لك يا بنتي يا حبيبتي صرت قايلت له 100 مرة يبطل هالكذب. بيقول لي انا ما بكذب انا كل شيء بحكيه بيكون صاير معي. الا مين بده يطلع في غير الابوه؟ الله يخليك يا مو لا تجيبي سيرة ابي الله يرحمه. شو يا ابي شايف واحد اجا؟ ايش دراسي ان شاء الله 60 عمره بعد ايه بالناقص اللي بيجي أهلا وسهلا واللي ما بيجي حتى 60 سلامة. والله ما بعرف يا ابني شو بدي. قوم وشوف مين. قوم لو عارفانين ما حدا رح يجي ما كنا كترنا كل الاكل. حرام هذا كله بينك. شو هاد؟ ينكب؟ ليش ينكب سيد راسي؟ ليش ينكب؟ الله وكيلك الله وكيلك تبني ياهم لا اجي لك ياهم جني الله وكيلك. تفضل شيخي. أهلا عليكم. أهلا يا مو عم قول يعني اذا ما لقيتوا لي عروس بالحاره في بنت من برات الحاره بركي بتشوفي لي اياها انت ونصره. ومنين هالبنت اخي؟ من حاره الكوم. مين دلك عليها يا مو؟ البيطار. البيطار اللي بيشتغل بالخان. يعني من قرايبينه للبيطار؟ ايه يا مو من قرايبينه وبتكون بنت خالته. ايه شو عليك ابني؟ اذا كانوا جماعه مناح وقواده بكره بروح انا واختك ونشوف لك اياها. ليش انت في معك مصاري تكفي لجوازتك؟
ايه لأمم لي شوية مصاري، والعقيدة بأدهم بدي تكفل لي بالباقي. ايه رب إلهي كتر خيره ويطعم مصابي بجاه محمد النبي. آمين يا رب. آمين. الله يسلمه ابن اختك ابو سعد البيطار، بيشتغل هو وابني بخان واحد، ومن كتر ما حكاله على اخلاقكم وتربايتكم حبكم بدون ما يعرفكم. يا الله يخلي لي اياكم، اهلا وسهلا فيكم، حلت علينا البركات، الفضل منكم يا ام نصري. الله يزيد فضلك الهي ويبارك فيكي. شو وين العروس؟ ما لهون ولا ما بدينا نشوفها؟ يوه شلون ما بدي اياكم تشوفوها؟ هلا بتجي، عم تلبس ثيابها. يا مو فردوس. ايه يا مو. جيب القهوة وتعي. يلا جاي جاي. لأقوم شوفها يمكن مستحية. تفضلي تفضلي إذنك معي. كل الصبايا بصير معهم هيك. ايه والله. والله يا بنتي يا جماعة باينين أوادم وولاد حلال. بس إن شاء الله تكون البنت حلوة ومرتبة وما تكون قصيرة ونحيفة مثل أمها. لك لا ما سمعتي صوتها أحلى وهي عم تحكي. إلهي يا ابني يفرح قلبك ويوفقك مع هالبنت الحلال. شفتي لك بنتي قديش دورنا له على عروس؟ قديش كتير. بعدين القسمة والنصيب جابتنا لهالبيت بحيسرقة. إن شاء الله يكون صبر ونال. آمين يا رب العالمين. يلا يا عمو يلا. يا ميد أهلا وسهلا شرفتوا. الله يحفظك إلهي حصة لنا البركة. يا الله يبارك فيك يا محمد. تفضلي مرت عمي. الله يزيد فضلك. تعالي تفضلي. يسلم. الله يسلمك. يلا يلا جاي. عن إذنكم لشوف أبو حمد شو بدكم. يا روحي حبيبتي إذنك معي. وينك يا حرمان؟ نعم نعم. قربي لشو؟ هاي جبت لك سحارتين كوسة ونصرات اللحمة، بدي اياكي تحفروهم وتلحقوهم على الغداء، وإذا ما بكفوا لجبتهم كمان. لا ابن عمي بكفوا، وعنا شوية ست زبيقة من بارك. تكلنا على المولى. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. لا تنسي. طميني عم حاول شعيري. والله ما لي عارفه انا شو بدي اقول لك. لك ابني قولي يا ما قولي، مو اول مره تطلع شعيري وهالخد تعود على اللطم. اخي بدك رايي؟ ايه بلا لك ياها. ليه بقى؟ البنت كتير جبله وطويله قد البقره. ايه نصرة لشو هالحكي مو حلو، الله يستر عليها وعلى جميع الحريمات. ايه شو حكينا اختي؟ هلا بس مشان هيك ما عجبتك؟ ليش ما بيكفي؟ ايه رطل خبز ورطلين برغل ما بيشبعوها. ما دخل اختي ما دخل، يا ما في ناس اسمان وما لون اكله. ايه اذا طبختهم سحارتين كوسا محشي. لك اختي اذا ما في شي تاني انا قبلان فيها، الاكل مو مشكله. لا اخي ما في شي، ومن شان بري زمتي يعني حرام الواحد يحكي الحق. البنت مخاليقها حلوه بس انا ما عجبتني مشان هيك. انت قبلان فيها هيك؟ لك اختي الصحه والطول ما بيعيبوها، ذاتا انا نفسي بهيك وحده. عن حقها؟ اي عن حقها يا امو. وليش لك اخي نفسك بوحده طويله وسمينه؟ اختي مثل مالك شايفتيني انا قصير ونحيف وماني معبي عين حدا. لا تقبرني فاشر وحياه عينك، انت زينه شباب الحاره كلها. يا امو ما بدنا نكذب على بعض، حارتنا ضيقه ومنعرف بعضنا. يعني اختي انا عم اقول بركي هيك اذا بتجوز لي شي وحده كبيره وسمينه وطويله بركي الله دخيل اسمه ببعث لي اولاد كبار وجهمين وبعبي عيني فيهم بالحارة. يبعت لي حمى عم تبكي؟ لا 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 اختي لا، شو عم ببكي ما عم ببكي. لك اخي الرجال مو بالطول والعرض، الرجال بفعله وعقله واخلاقه. اي اقبرني اخوكي خزيت العين حوله طول عمره عقله كبير. اي بس لو ما عنده شوية شوية شو ليه؟ شوية كذب. انا بكذب؟ لك انا بكذب يا مو انا بكذب؟ بعدين كذب من الحرجان وعيب على اللي بيزدو. مظبوط يا مو؟ صح تقبرني صح.